كشفت جينيسيس في بداية العام عن طراز اختباري رائع تحت اسم إسنتيا، واليوم أعلنت الشركة أن سيارتها الخارقة راح يتم إنتاجها بشكل رسمي. وبحسب تصريحات رئيس تصميم جينيسيس، حتوصل السيارة للأسواق في عام 2021 أو عام 2022، لكن الخبر السيء هو أنها حتكون أغلى سيارة أنتجتها الشركة الكورية على الإطلاق، وحيتم إنتاجها بكمية محدودة جدا، مع العلم أنه ما في أي تفاصيل عن سعر السيارة. وبتتميز إسنتيا الاختبارية بتصميم خارجي انسيابي ومتطور، مع شاصيه مصنوع من ألياف الكربون وغطاء محرك شفاف. وبتيجي الواجهة بأضواء مميزة عبارة عن خطين LED بيوصلوا لخلف العجلات الأمامية، وتم تزويد الواجهة بفتحات تهوية وقنوات لتدفق الهواء بتبدأ من الزوايا الأمامية وبتنتهي خلف العجلات الخلفية. وفي الجوانب منلاحظ الجنوط المميزة باللون النحاسي، ولأنها سيارة خارقة فكان ضروري تيجي بأبواب الفراشة اللي بتنفتح بشكل عمودي. مقصورة إسنتيا بنفس روعة التصميم الخارجي، وبتتميز بعجلة قيادة فريدة وشاشة عرض رقمية على عرض الكونسول الأمامي، وبيغطي اللونين الأزرق والبني جميع أنحاء المقصورة، مع لمسات من الزجاج والقماش وألياف الكربون والألمنيوم. شاركونا بآرائكم حول سيارة جينيسيس إسنتيا الاختبارية، وهل حتقدر تنافس السيارات الخارقة؟ ولا تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا بقناة سعودي أوتو ليصلكم كل جديد في عالم السيارات.